من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. واليوم اخترنا لكم سيارة اقتصادية تعجب الكثير من الأخوات. خلنا ناخذ فيكم أو بكم جولة. اليوم تغطيتنا حق هونداي إلنترا 2019، سعرها يبدأ من 60,000. خلونا نشوف داخل. سيارة حليوة واقتصادية جيدة، سعتها من الخلف جدا حليوة مناسبة. 127 حصان، قوة الماكينة 1600. الجير اوتوماتيك ويتحول الى عادي حق اصحاب المرتفعات والشغل الجامعي. نظام الدركسون طبعا كهربائي، ما يحتاج زيت باور. ايرباك الوساد الهوائية للسواق وجنب السواق، بس ورا ما لهم. نظام مانع الانزلاق ايضا فيها. نظام البريك اي بي اس، نظام ايضا تقني. نظام مراقبة هواء الكفرات، هنا تطلع اشارة. الانوار نظام LED، روعة ممتازة في النظام. مدخل USB ومدخل OX حق الصوتيات. خاصية البلوتوث بعد ممتازة. شاشة معلومات تشوفوني اطلع صح. فتح الابواب بالريموت. مكيف خلفي، الاخر يطلع هو يبرد. الابواب الخلفية فيها حق الكوب تحط فيه الكاسات. مانع فتح الابواب صار داخلي، يعني اساس حق الاطفال ما يفتحون الباب. الدركسون في بعض التحكم حق الصوت، الراديو، ترد الجوال. حساسات خلفية، والاهم كاميرا خلفية. اذا كنت من النوع اللي تنسى النور، في خاصية النور يشتغل ويطفي اوتوماتيك، تخلي على الاوتوماتيك وانسى. المرايات كهرب، انارة جانبية حق المرايات، كاية حق الركاب اللي قاعدون ورا مع اكواب، وايضا تنفتح ذي على الشنطة. دخل يدك. هذا تغطية سريعة. اما استهلاك البنزين فممتاز. الشنطة جدا كبيرة وواسعة ما شاء الله. واو جيدة جدا واسعة. انها الانترا هونداي، رمز ما ادري ايش يسمونه.